دنيا الزحمه ورا في دفاعات الحرس على اليمين، لمسه بعرضيه عاليه فوق، اللمسه والتصويبه لسه في خطوره، دفاع بقدم على طول اللاعب ابراهيم القاضي، يرجع مره ثانيه الاهلي، مروان عطيه، سلام علي معلول، حسين الشحات، مروان كهربا، هات وخد، مهاره بلمسه موجوده، اللمسه حلوه، حسين الشحات والمهاره، عاوز يعدي عدى، ده بقى التصويب والهدف الاول، جول جول جوه جول، الهدف الاول اخيرا اخيرا، الاسد الاهلاوي الاسد الاهلاوي بقدم محمود كهربا يسجل الهدف الاول، الهدف الاول منك يا معلم ومنك من اتعلم، محمود كهربا خلطته معروفه ومتجربه، يكهرب المباراه ويولعها نار يا حبيبي نار، البرج العالي دايما بولته عالي، محمود كهربا اصرار عزيمه وروح قتاليه، وعلى طول اللمسه والتصويبه الجميله بالقدم اليسرى بقدم محمود كهربا عشان النادي الاهلي اخيرا يترجم الهجمات ويسجل الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقه 71 من عمر المباراه، والهدف السابع للفولت العالي في الدوري المصري في هذا الموسم. اي اصرار، اي روح، اي عزيمه، هم دول لعبت النادي الاهلي، وادي الاسد، ادي الاسد، الاسد الاهلاوي، الاسد الاهلاوي ابن النادي الاهلي، معشوق الجماهير محمود كهربا. على الاسماعيلي يوم 5 يوليو الماضي، محاوله مروان، تصل عبد القادر والسند حلوه مثل خطوره على عبد معلول، والعرض والصد الحلوه من كريم عماد، متابعه كانت رد من فيليكس، راسيه عبد المنعم، محمد افشه، عبد القادر دفاع في هجمه سريعه خطيره للحرس، انطلاق الامام احمد داوودة، لما كرته حلوه داوودة منتهى الخطوره، الهجمه تصل مصر حلوه، محمد رضا في خطوره في هجمه منظمه، عرضيه راسيه تعدي والهدف جوه جول جوه جول، هدف التعادل لحرس الحدود، هدف عكسي من رنان صديقه بقدم خالد عبد الفتاح في هجمه سريعه منظمه، ولعب العرضيه الحلوه بقدم اللاعب محمد رضا، هذه العاده مره ثانيه، انطلاقه سريعه وهجمه عنتريه ولمسه على طول ودربكه موجوده بقدم على طول عبد الفتاح عشان يسجل هدف في مرماه في الدقيقه مشاهدينا 80 من نهايه المباراه. 1-1، واحد الاهلي، واحد نادي حرس الحدود، هدف باقدام نيران صديقه بقدم البديل وهو اللاعب خالد عبد الفتاح يسجل هدف في مرمى، فرحه لاعبي الحرس بهدف التعادل.